الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص وصلنا معكم الى هذه الفقره وحجه اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر طبعا هنا فيه تشويش بياني، لأن مباني صدر المتألهين قائمة على الوجود الواحد بالوحدة التشكيكية، فإذا تحدث بعنوان الجوهر والعرض، هذا خروج من السياق الصحيح في البيان. طبعاً إلى السياق غير الصحيح أنت الآن في الوجود حقيقة واحدة سيانة هو الأصيل وهو الماتن بالذات. الماهية بعد هنا ما عندها دخل. أنت تقول ما هي ماتن بالعرض والجوهر والعرض ماهيات. المشاة يقسمون الوجود إلى وجود واجبي وإلى وجود ممكن والممكن له حيثية ما هي وجود وجود اعتباري انتزاعي لا هوية له في متن الواقع فتتعين الهوية في الماهية هذه المية هذه الماهية على قسمين ماهية قائمة بنفسها جوهر قائمة بغيرها عرض هذا التقسيم لا معنى له في الباراديجما الصدرائي، في النموذج الصدرائي، الوجود اما مستقل واما رابط، يعني كل الوجودات التي هي مستقرة في مراتبها في دار الوجود، وجودات ليست ماهيات. إذن لا معنى أن نقول حركة في وجود الجوهر. الحركة في الوجود طبعا الوجود المادي، لأن يعني المفارقات وجودات نورانية. وشبعت بالوجود والكمالات الدفعة واحدة لا معنى للتكامل هناك ولهذا يقولون ليس لها حالة منتظرة يعني لا تتكامل ليس لها غاية كمالية تتدرج نحوها وتترقى في الكمال لا أبدا فقط في الوجودات المادية منها النفس الإنسانية بوصفها مرتبطة ببدن تتكامل إذا الكمال في الوجود ما عندنا جوهر وعرض ميت اذن اذا قال الوجود الجوهري معنى ذلك الوجود المتني الاصيل الذي يتعين بما هي جوهريه اذن اذا حدد اذا تناهى نفد في الوجود الحركه في الوجود ما عندها علاقه بالجوهر ولا بالعرض المهم الأعراض ما عندنا الأعراض في الباراديجما الصدرائي يعني تصير حيثيات حيثيات يعني تنتمي إلى المفاهيم الفلسفية وليس إلى المفاهيم الماهوية من مراتب وجود الجوهر ما عندنا أعراض من مراتب الوجود يا يا سيدنا يا سيدنا الأعراض ما فيه الأعراض في الحاشية ما تنبي العرض يعني هكذا العبارة الصحيحة الأعراض في الباراديغم الصدرائي تنقلب حيثيات حيثيات يعني وجودات رابطية لا هوية لها هي المتن الوجود بنحو بيناها ونكررها نعم من مراتب الوجود مراتب الوجود كل وجود بحسبه في عالم المادة وجود شجري وجود نحاسي وجود إنساني وهكذا لما تقدم هذا هو البيان اريد أبين لك لا تفهم العرض كما هي فهمه كحيثيه كنحو وجود كوجود رابطي نعم لما تقدم اين في الفصل الثالث من المرحله الثانيه ان وجود الاعراض الاعراض ليس لها وجود متن بالعرض لان الاعراض ما هي ماهيه قائمه بغيرها الماهيات متن بالذات ام متن بالعرض؟ تقول شيخنا والله متن بالعرض، اذا ما عندنا علاقه بالاعراض، لما تقدم ان وجودها يعني الوجود الذي هي تستخرج منه لان يعني الماهيات نهايه الوجودات لان وجودها واذا شئت الدقة ان الوجود الربط الوجود الربطي عندنا الوجود متن الواقع حتى الذات الالهيه وجود متن الواقع وعندنا مرتبه الوجود في عالم الخلق هذه وجودات رابطه وجود رابط يعني في مقابل المستقل ثم حيثيات هذا الوجود سواء كنا في الذات الإلهية أو في عالم الممكنات المخلوقات حيثياتها تعيناتها أعراضها الذاتية سميها كما تشاء أحكام هذه وجودات رابطية المصطلح وضعه الشيخ جواد آموني حفظه الله ليميزها عن الوجود الرابط والوجود المستقل حيثيات يعني الوجود الواجب تعين بالحياة الحياة ماذا تمثل متن مستقل تمثل متن مستقل لا هي الوجود الواجب بنحو بنحو يشع بالحياة حيثية في متن الوجود حيثية تقييدية اندماجية لنميزها اصطلاحا نقول وجود ربطي وجود ربطي إذن العبارة الصحيحة هكذا لما تقدم أن وجودها وجود هذه الأعراض وجود الأعراض ما عندنا للأعراض وجود يعني الوجود الربطي الوجود الربطي في نفسها عين وجودها لموضوعتها انظر إن وجود الأعراض في نفسها عين وجودها لموضوعتها يعني البعد الناعتي مع البعد الناعتي في اصاله الماهيه الوجود الرابطي يعني العرض بما هو ناع ناعت للجوهر هذا باراديغم ماهوي ولهذا قلت لكم في المتن في خلط بنيوي خلط بنائي مبنائي وبياني نعم هنا خلط بياني وخلط مبنائي نعم وخلط باراديغمي بنيوي إن وجود الأعراض في نفسها يعني كما هي ما هي عين وجودها لموضوعاتها لجواهرها هذا هو البعد الناعتي البعد الرابطي ما عندنا البعد الرابطي عند السيد المصدر المتألين في الباراديغم الوجودي الوجود الرابطي ما عندنا الناعتي ما عندنا الوجود الرابطي الرابطي تصور بين جوهر وعرض في مثل الواقع يعني عندنا جوهر أصيل وعندنا عرض أصيل كماهيات أصيلة ثم هذه الماهية العرضية الأصيلة تنعت الجوهر هذا في أين في عند المهويين صدر متالين ما عنده ما في متن الواقع كمتن الواقع بالذات نعم فتغيرها تغير الأعراض وتجددها لا يتم إلا مع تغير موضعات الجوهرية ما عندنا جوهر ما عندنا جوهر إلا أن البيان لا يمكن صدر كيف يبين الحركة في الوجود هنا تشويش البياني ولم أجد من يشير إلى هذه المسائل مع الأسف دائما هم يغرقون في 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 مستنقع الذهن والذين لا يتحرك الا بمعاييره السرمدية. اذا يجب ان تكون عنده هويات يعني ماهيات يتحرك فقط فيها يفهمها موضوعا محمولا ويربط بين الموضوع المحمول هذه السيرة الذهنية هي دمرة في الحكمة المتعالية متعالية أي فيما في بيانها ومبانها هنا يستدل على الحركة في الوجود بالبراديجم المهوي نعم إن وجود الأعراض ما عندنا وجود للاعراض في نفسها عين وجودها لموضوعاتها، يعني في حقيقة هي في حقيقتها وجودات ناعته. فتغير الاعراض وتجددها لا يتم الا مع تغير موضوعاتها الجوهريه وتجددها، فالحركات العرضيه دليل حركه الجوهر. انا اسالك سؤال هذا الدليل مع الدليل السابق فيما؟ الدليل السابق يقول تعين تغير الاعراض، تجدد الاعراض، حركه الاعراض وهي معلولات للجوهر لا يمكن لمقانون الصنخية أن تتجدد وتتغير وتتحرك والموضوع لا يتغير هو الدليل متكرر مع أن المسألة ليس هكذا المهم أصبر شوية أصبر شوية معي الزمان في معنى السرعة لا يهمنا الآن السكون لا يهمنا الآن خاتمة لا ما في ما في دليل على حركة الجوهر على حركة الوجود وفقا للرؤية الصدرائية مآوية مآوية محضة نعم أعيد البيان الأعراض أسألكم الأعراض ما هي تقول لي شيخنا ما هي إذن أي باراديك صدرائي أم مآوي تقول لي ماهوي شيخنا واضح العبارة من مراتب وجود الجوهر هو يتحدث بالوجود يعني من صدرائي بأي بيان بيان مهوي إذا كان البيان مهويا النتيجة ماذا تكون تكون مهويا لما تقدم أن وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها ما دخل الوجود الناعتي هنا الوجود الناعتي مهوي فتغير الأعراض وتجددها يعني تحركها لا يتم الا مع تغير موضوعاتها الجوهريه وتجددها، هو الدليل الاول نفسه، فالحركات العرضيه دليل حركه الجوهر، يعني الحركه في في المعلولات دليل على الحركه في العلم. هل ترى فرقا بين هذا الدليل والدليل السابق؟ لا ابدا، لماذا؟ لان البيان خطا، البيان ماهوي. البيان ماهوي. نعم، اما اذا قال هكذا. ما عندنا الا الوجود هو الاصيل، الماهية بعد تتبخر تتبخر ما في المبنى وتتبخر في ماذا؟ في البيان وتتبخر في البناء، يعني انا اريد اثبت ان الوجود المادي يتحرك في وجوده وليس في ماهيته، لان المهوي لا يؤمن بالحركة في الجوهر، وانا اقول الحركة في متن الوجود الذي يتعين في حده بالجوهر. إذا أنا غيرت الباراديغم، غيرت الأنموذج، جيت بالوجود، نزعت الماهية. فنقول الوجود المادي، الوجود المادي يتحرك، ما هو دليله؟ حيثياته تتغير، وحيثياته ذاته حيثيات تقييديه اندماجيه هي الوجود بنحو فإذا أنت أبصرت التغير في الوجودات الرابطية، الربطية مو الرابطية كما يبين هنا، الربطية عن الحيثيات التعينات التي لا هوية لها، إذا لمست الحركة هناك فهذه الحركة لمتن الوجود في متن وجوده وهي علامات فقط علامات فقط نعم وهنا يثار سؤال خطير ومهم كيف أبصر هذه التغيرات على مستوى الوجودات الربطية وهي الهوية لها وهنا البيان يكذب علينا أين يذهب يذهب إلى الأعراض إلى الماهية هذا كذب وليس كذبا أخلاقيا هذا كذب بياني كذب بياني الآن أنت الآن ترى هذه الفسيلة تتحرك إلى النخلة أو خلينا من الفسيلة تفاحة صغيرة في بدو نضجها تراها خضراء ثم في نهاية نضجها بعد مدة تمر في سينان تجددي وفقا لناموس الحركة تصير تفاحة منتفخة في حجمها، يعني تجددت، تغيرت في حجمها وفي لونها، حركة في الكم، حركة في الكيف، شيء جميل، شيء رائع جدا. الآن نسأل وفقا للباراديغم الصدرائي، وفقا للنموذج الصدرائي. جيد. أين لمس أنا الحركة على مستوى الأعراض؟ تقول لي شيخنا العزيز رجاء لا تأتي بكلمة الأعراض خلينا في الوجود المتني يعني وجود هذه التفاحة في بدو ظهورها وفي نهايتها لاحظت فتحصرني أنت أه تحشرني أنت أين البيان؟ ما عندي البيان إلا الـ الإخضرار وكذا، يعني إلا المهيات. هنا المشكلة. سجلها هذه، سجلها ممكن تبطلها أنت، ممكن لا، تثريها وتوسعها. لا تحدثني عن المهيات. الكيف المحسوس اللون وهذا الامتداد يعني الحجم. الحجب يبصر أو لا يبصر هذه مسألة أخرى أو يعقل ما هو أنا أبين لك المسألة هذا الوجود المادي في حقيقته طاقة لأن المادة تجلي من تجليات الطاقة في حالة ماذا حالة الإندكاك أينما تكون الطاقة لا تخلو من الإشعاع من النور فهذا الإخضرار نور يعني وجود بحيث الإشعاع، يعني من حيث الإشعاع، فالإشعاع تعين من تعيناته هناك يشع إخضرار هناك يشع إصفرار فتغير هذا الوجود الربطي هذا الإشعاع. نعم. فالوجود المادي طبيعته وجود امتدادي. فالوجود الامتدادي كذلك حيثية من حيثية الوجود المادي. لا نتحدث عن الماهيات فهذا الوجود المادي ينبسط فهذا الامتداد حيثية انبساطية لمن؟ لهذا الوجود فأنا أبصرت تغيرات في الانبساط وفي الإشعاع الضوئي من الأخضر إلى الأصفر لأن هذه الألوان ألوان ما أنوار عبارة عن نور نور بنحوين يعطيك الاخضر نوعاً بالاخضر يعطيك الاحمر الاصفر وكذا ابصرت التغيرات والتدرجات في هذه الحيثيات الوجودات الربطيه وهي حيثيات لمن حيثيات للوجود فالوجود هو الذي تغير في متنه هذه مجرد علامات هذا هو البيان بالنموذج الصدرائي سيد علامه هنا بينه بالنموذج المهوي، لماذا؟ لأنه لا يدرك لا يدرك أقول لا يدرك المطلب إلا به المقاربة المهوية، إذا هذا خلط بياني بنيوي لأنه نموذج ماهوي ونحن نتحدث عن الحركة في الوجود وخلط مبنائي هذا مبنى ماهوي البناء اللي هي إثبات الحركة في الوجود هذا في الوجود وليس في الماهية ليس في الجوهر، خلط بنائي بنيوي يعني خلط في النموذج نموذج صدرائي بينه بالنموذج المهاوي خلط في المبنى هنا مبنى اصاله الوجود انت دخلت مبنى اصاله المحن خلط في البناء البناء الطالب يفهم ان الجوهر يتحرك الجوهر ما هي لا تتحرك حتى عند صدر متعلنين. وجود الذي يتحرك خلط في البناء وخلط في البيان مضطر انه كذلك يخلط في البيان نعم ويتبين بما تقدم عدة أمور يفر على هذه الأدلة على أن الوجود المادي يتحرك في صميمه يعني ينتقل من مرتبة دانية إلى مرتبة راقية خروج من الفعل إلى من القوة إلى الفعل فعليا يعني الكمال تدريجاً أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على الماده واحده بعد واحده يعني واحده يعني حال يعني ان الصوره الجوهريه المتبدله يعني المتغيرة المتحركه المتوارده على الماده واحده بعد واحده يعني حاله اما ما تكون واحده بعد واحده في الحقيقه صوره جوهريه واحده سياله تجري على الماده هذا على البيان على البيان الصدرائي وفق الانموذج الصدرائي. نعم حقيقة واحدة متى تكون؟ الماهيات متخندقة يعني أنت الآن عندك تمن. ماهية متخندقة، الأرز. التمن كلمة بريطانية صارت متداولة وعربية في الشعب العراقي. تمن يعني تاما. عشرة أنفار. لما بريطانيا كانت توزع الأرز على الجنود الجنود البريطانيين عندها أكياس كل كيس يكفي لعشر أنفار مكتوب على الكيس تمن، يعني عشرة أنفار عشرة رجال نعم عشرة جنود لا يهم تمن تمن راح تمن هو الأرز المهم أن الأرز هوية متخندقة يصدق عليها عنوان خاص عنوان الأرضية ثم يأكله الإنسان ينقلب في فيزيولوجيته ينقلب نطفة ما هي متخندقة يزدق عليها عنوان النطفة ثم تأتي ما هي أخرى العلقة ما هي متخندقة مضغة ما هي متخندقة الجنين ما هي متخندقة الإنسان الخارجي خارج بطن أمه ما هي متخندقة والأدبيات واللغة تشير إلى كل واقعية بعنوانها هذا النموذج الماوي النموذج الصدرائي يقول عندنا نحن وجود تشكيكي حقيقة واحدة سيالات تشكيكية تشتد مع السينان إذا عندنا وجود واحد لنجعله يبدأ من الأرز وإلى قبل الأرز موجود فقط للتعليم ولفهم المطلب عندنا هنا الوجود الوجود من مرتبته الوجوديه ننتزع الماهيه الأرضية اذا لانه حقيقه نافذه وجود نافذ نافذ بالذات متناهي ثم ترقى الى الوجود النطفي ليس الماهيه النطفيه حقيقه واحده متصله ما في تخندق زيد في الاتصال علاقه مضغه جنين انسان كل حقيقة واحدة تشكيكية يعني تشتد وتشتد وتشتد أرز تبدأ إلى ماذا؟ النطفية نعم تقول شيخنا الأرز يشتد قلت لك لا بيّنتها عدة مرات مع الفسيلة الأرز بتعين الاستعدادي. يعني النطفة موجودة في الأرز كاستعداد ثم يتحرك هذا الوجود في كل مقطع من مقاطع هذه هذا الوجود ننتزع ما هي طبعا الماهية اذا انتزعتها تتخندق اذا ينشا التخندق المهوي تخندق المهوي ادعائي ام حقيقي تقول شيخنا ادعائي يعني معرفي لان الواقع حقيقه واحده متصله هذا على اي اساس المهيات متصله ام متخندقه متباينه بتمام الذات متباينة بتمام الذات الذي يتصل هو الوجود هذه لم يبينها في الأدلة إذن يجب أن أن تبينها في الأدلة ما تتبين. لا تحدثني الأعراض والجوهر والأعراض من شؤونات الجوهر ثم تخربطني تخربطني فهمي ثم تأتيني بفرع أساسي جدا لا الحركة في الوجود المادي حركة بوجود واحد سيال وهذا السيال يعني يعطيه الشدة الشدة نعم فالنطفة أشد كمالا من الأرز لا الوجود الأرزي وجود مشبع الوجود النطفوي وجود مشبع مهوي نتحدث أما في الوجود لا في الوجود الوجود الأرزي بالاستعداد النطفوي غير مشبع فيحتاج إلى كمال كمال ما هو هذا النمو هذا النمو وممكن حتى الحركة يعني النطفة ليست نباتا وإنما حيوان عندها النمو وعندها ماذا عندها الحساسية والحركة إلى الناطقية إلى الناطقية الملكية النورانية الإلهية يشير إلى هذا الفرض أن الصور الجوهرية المتبدلة يعني كانت أرزية صارت نطفية صارت علاقية صارت مضغية صارت جنينية صارت إنسانية صارت إنسانية ملكية نورانية على المادة طبعا المادة هي المستقر لأن الصورة بدون مادة لا معنى لها واحدة هذه واحدة حال للصورة في تبدلها يعني تتبدل بهذه الحالة واحدة بعد واحدة في الحقيقة يعني في نفس الأمر والواقع صورة جوهرية واحدة في أي النموذج النموذج الصدرائي سيالة يعني تشكيكية تجري على المادة إذا من يتكامل المادة أم أو الصورة هنا بين أن الصورة طبعا في الأنموذج الصدراي يعني هو يقول الصوره مقصود الوجود الوجود يعني الوجود النطفوي الوجود الارضي الوجود المضغوي الوجود الانساني نعم صوره جوهريه واحده يعني حقيقه وجوديه سياله واحده متصله سياله تجري على الماده الماده حامله وموضوعها الماده المحفوظه بصورة ما نعم إذا تحرك الاستعداد الأرزي أو الأرزي نعم وهذا الاستعداد تحمله المادة تروح الصورة الأرزية كيف؟ تروح يعني تتكامل ترتقي ببركة ذلك الاستعداد الاستعداد يحتاج إلى متكة هي المادة بعد تروح الصورة الأرزية تأتي الصورة النطفية كوجود، كوجود ليس كما هي نعم كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض نعم الفصل السادس من المرحلة السادسة سجلها جيدا هذه الإرجاعات ننتزع من كل حد من حدودها يعني من كل مقطع من مقاطع هذا السيلان مقاطع حقيقية أم ادعائية هو يقول وجود سيال واحد إذن هذه المقاطع ادعائية آه ادعائية نعم يسميها حد من حدودها المقطع يعني النهاية مفهوما ننتزع يعني ذهب إلى النظم المنطقي عالم المفاهيم يعني نفهم من كل مقطع من هذه الحركة من هذا الوجود السيال لنفرض المقطع هو الوجود النطفوي، جيد. ماذا ننتزع؟ ننتزع، ننتزع ما معنى؟ يعني التركيز يركز على مقطع ما. نعم. هناك ينتزع بعدين، وجود النطفه، هذا الوجود العام يعني هذه الحيثية السيالة. كلها طارديه للعدم. فتقول وجود النطفة وجود يعني وجود النطفة طاردة لعدمها متن واقع متن بالذات أصيلة وإذا نظرنا إلى ذلك الحد الإدعائي يعطينا ما هي ما هي النطفة الاعتبارية المتن بالعرض ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما لأن النظم المنطقي يتعامل مع المفاهيم مغايرا لما ينتزع من حد آخر نسميها ما هي نوعية يعني صورة نطفية صورة مضغية صورة إنسانية صورة أرضية ماهيات متباينة من نهايات الوجود نعم تغاير سائر المهيات في آثارها لأن الماهيات مناطق تباين تخندق نعم إيه، تغاير سائر المهيات في أثارها هنا خلط بنيوي أنت هنا تتحدث عن الحقيقة السيالة الواحدة الأثار للمهيات أم للوجود الأثار للوجود النطفوي أم للماهية النطفوية للوجود النطفوي لماذا تنسبه إلى المهيات تقول هكذا مفروض نسميها ماهيات نوعية تغاير سائر المهيات سلمنا طبيعه الماهيات التخندق والتباين. تغاير سائر الماهيات، نعم، في ماذا؟ في اثارها، اثارها بالعراض. الاثار لمن؟ للوجود. قد تقول لي، لماذا لا نقارب المسألة مهويا؟ خليها الى الحلقة الاتية ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد